السلام عليكم متابعين عالم عزال لتعليم الكروشيه والخياطة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف عودتكم دائما انني كنشارك معكم كاع الاشياء اللي كنخدم في الكروشيه. انتم اليوم هذا القفطان بتوب جوهرة مخدوم بهد نصف طوق، الفكرة مستوحاة من الراندا. انتم كيف ما كتشوفوا الخدمة راها متقونة وجد رائعة. هنا كاينين الكوزات وهاد الشبيكة من هنا معمره بالعقاق كريستال، انتما كيف ما كتشوفوا. وفي الجناب ديال هاد نصف طوق مزينت بالدرس المتكي. رسبق ليا هاد الرشمه وشاركت الطريقه ديالها معاكم، كاينه بجميع الاجزاء ديالها. بالنسبه للسيده اللي بغاتها ترجع للقناه. وهنا تحت من نصف طوق شاركت بهاد الملاقي كيف ما كتشوفوا، اعمده وغورميت، حتى هي كتجي خفيفه وكتجي رائعه وكتجي مواتيه. جات مواتيه مع هاد نصف طوق، انتما كيف ما كتشوفوا راه بحالو بحال وكانه مخدوم براندا. وزينت هنا في الكمام بهذا الدرس ديال التاج، نتوما كيف ما كتشوفوا حتى هو مزين بالعقاق كريستال متقون. حتى هو الطريقه ديالو راه كاينه في القناه. السيده اللي بغات الطريقه ما عليها الا ترجع للقناه، راه غتلقى الطريقه بجميع الاجزاء ديالها والشرح راه جد مفصل. وهنا في الدوره ديال العنق زينت بهذا الدرس ديال التاج صغير. هنا الاضافه اللي ضفت هو زيت المتكي، الدرس المتكي دورته هنا مع الجناب. هنا كاين التاج صغير، حتى هو هذا التاج راه سبق ليا وشاركت الطريقه ديالو معاكم. وهنا في من هنا من الخلف ديال القفطان زدت هذا الدرس المتكي كيف كتشوفوا. جا هنا العنق جا مفيني بواحد الطريقه جد رائعه. انتم كيف ما كتشوفوا راه الخدمه جات مسقونه وغزاله، اللي شافوا ما كيصاحبوش اصلا كروشي كيبان وكانه مخدوم بالراندا. نتوما كما كتشوفوا راه جا جد رائع. السيده اللي بغات الطريقه ما عليها الا ترجع للقناه، راه غتلقى الطريقه كيف سبق ليا وشرت بجميع الاجزاء ديالها ومشروح والشرح بطريقه مفصله. نتوما كما كتشوفوا راه الخدمه متقونه. وهنا العقيق راه كيبان وكانه مخدوم في الكروشي، ولكن هنا راه تخدمت عاد باش نبتو بالبرو الخيط. نتوما كيف ما كتشوفوا راه جد رائع هاد نصف طوق. ممكن ديريه في قفطان، ممكن ديريه في جلابه، يعني كيواتي كاع اللباس التقليدي المغربي. في الاخير الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتفعلوا جرس الاشتراك باش ان شاء الله دائما يبقى يوصلكم الجديد. وشكرا.